هذه المشاريع من خلال تجربة استثمارية واعدة حققت نتائج نوعية ووفرت فرصا للتكوين في قطاع الصيد البحري. فضيل مختار يوسفي. مشروع صناعة وتركيب وصيانة عتاد الصيد البحري من بين 55 مشروعا المدعم على مستوى ولاية تيبازا، والذي يعد حلقة في دعم الإنتاج المحلي ولملا الوطني. بفضل مجهودات الدولة يعني تم تدعيم المؤسسة ليسمح لها يعني اقتناء ماكينات جدد لطورت الإنتاج تاعها، ويعني اصبحت تنافس يعني بصفه قويه على مستوى القطاع الصيد البحري بالمنتوج تاعها اللي تطور، وسمح لها ايضا لفتح مناصب شغل جدد. المشروع كان ايضا وجهه استقطبت خريجي الجامعه. حطيت واسمه السي في تاعي ففي اطار الادماج، وقبلوني في بكل سهوله، وهذه حاجه مليحه باش نكتسب خبره ان شاء الله في المستقبل، باش ان شاء الله يركروتيون هنا. اولا الواحد راهو في التخصص تاعو، هذه حاجه الاولى، وثانيا غادي يكتسب خبرات باش يطبق واش قراها في السنوات الجامعيه يطبقهم في الحياه العمليه تاعو. وبما يوفره المشروع من مناصب شغل، تبقى النوعيه رهان اخر تفرضه خصوصيه المنطقه.